وش أقوى قصة حب مرت عليك؟ الله أكبر. والله يا أخي يعني أنت على ما قلت هذه كذا هجمة مرتدة، لكن لا يوجد قصة حب أقوى من حب الأم. يا سلام يا سلام. الأم يعني إذا حضر الحب الحقيقي، حب التضحية، حب البذل، حب العطاء، تأتي الأم سبحان الله. يا سلام يا سلام. فأذكر يعني وأنا صغير الحقيقة، شوف سبحان الله حب الأم. أنا ما كنت يعني عايش مع أمي في نفس المكان، أنا في بلد وهي في بلد ثاني، فكل فترة وفترة ألتقي بها، فتقول لي اليوم الفلاني اللي راح تحدد لي الوقت والتاريخ، وش فيك؟ يا الله. قلت وشو؟ قالت اليوم الفلاني والوقت الفلاني تحب وش فيك؟ قلت ما في شيء، هذا أنا قدامك. طيب. قالت لا، فيك شيء في ذاك اليوم، وإذا رجعت وجدت أن أما يعني سابحين في قلبان لو ولي تعرف إيه، ولا في السد يعني سد المجمعة يعني عرف كيف يكون في مكان خطر، في محل خطر، محل خطر سبحان الله. تقول لي وش فيك؟ فسبحان الله أنا يعني أتعجب إيش الشبكية هذه، ولا يعني اللي تأتي في قلب الأم وهي لا تراك، فكيف عاد أصلا وهي إذا رأتك يعني؟ فما في شك أن هذه يعني أقوى يعني مقاييس وعلامات الحب تجدها في قلب الأم. يا سلام. بس أن سؤالك له مغزى وش وراه يعني؟ لا بس أنا ما أنت طلعت العلبة ذي وقلت لي وش تحب الأم، لأن أنا أحب القهوة تذكرت الحب. لا يا شيخ هذا الله يذكره بالخير ويغفر له ويرحمه الشيخ صالح الحمودي. الله يغفر له ويرحمه. واحد من أخوياه وأخيانا موجود الله يطول بعمره اسمه خالد الصالح. ونعم ونعم ايه ونعم. سكن في حي جديد في العقيقة. حسنت ما شاء الله عليك. تو ساكن في الحي الجديد وخالد اجتماعي يعني. المهم بدأ يتحرك ويعرف الجيران وكذا وعرف له كم جار. فجاء الشيخ صالح وزاره على طار القهوة. يا سلام. قال أبشرك يا شيخ صالح أني تعرفت على الجيران وطيحتهم في شاهي، ما هي بدعاية يعني، بس هو اللي قالها هو. قال شاهي الربيع، طيحتهم شاهي الربيع. قال الشيخ لو طيحتهم في ركعتي الضحى أحسن لك. صاعد والله. اي والله النصاد. الله يغفر له ويرحمه. متحمس يعني بيعطي مهاراتك.